وجع آخر يتركه كورونا لضحاياه، تتبدل مسمياته لكن الثابت أنه وباء فتك بالعالم. في الهند، النسخة المتحورة الهندية مستمرة بالتفشي المتسارع. حصيلة الوفيات لليوم الواحد تتخطى رقما قياسيا منذ بدء انتشاره لتتجاوز 4000 شخص، والإصابات تصل إلى 400,000 وأكثر. تقول سوميا سومنثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية أن هذه النسخة هي الأشد خطورة والأكثر عدوى وفتكا وقدرة على مقاومة اللقاحات مقارنة بالنسخة الأصلية. لكن الباحثة تؤكد أن خطورة هذا المتحور ليست وحدها السبب في فتكه، بل سوء إدارة الحكومة وسماحها بتجمعات حاشدة. في جارة بنغلاديش رصدت حالة جديدة من المتحور رغم الإغلاق العام للحدود مع الهند. مثلها جارة باكستان تفرض التدابير الصارمة وتغلق كافة الأماكن الترفيهية تحسبا لسيناريو مأساوي حل بجارتها. ليست القارة الآسيوية وحدها، أفريقيا تتساءل هل هي التالية؟ هيئة المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض تحذر القارة قد تشهد موجة إصابات مماثلة لتلك الهندية رغم تباطؤ انتشار الفيروس في القارة مقارنة بآسيا وأوروبا، إلا أن تعدد سلالاته وقلة توفر اللقاحات قد يقلب المعادلة. المنصة القارية كانت قد ضمنت الحصول على 220 مليون جرعة من لقاحات جونسون أند جونسون، لكن لم يتلقى التطعيم سوى 14% من سكان القارة. المتحور البرازيلي لا يقل بأسا في قارة أخرى ولكن برواية مشابهة. تعتبر السلالة البرازيلية الأكثر عدوى، ومع سوء الإدارة النتيجة إصابات تجاوزت 15 مليون. تبقى اللقاحات الأمل القريب أمام الفيروس، لكنها أيضا تثير الخلافات بشأن توزيعها. آخر جدال إدانة البابا فرانسيس لما سماه الشعبوية الضيقة في عدل توزيع اللقاحات.